هو انا كل لما اشوفك في البيت ده الاقيك قاعد بتلعب على الموبايل ومش بتذاكر؟ لا وشاطر بس هات الفلوس يا حاج عشان الدرس. طب والله ايه اوريك. ده الاب العصبي بيتنرفز على اقل حاجه، عياله مزهقين ومكرهينه في العيشه واللي عايشينها ومطلعين عينه في فلوس الدروس، هما اساسا بيروحوا البلاي ستيشن. اهو يا اسطى الواد فوق البيت، اضرب عليه بسرعه. ذاكرت يا دي يا يوسف عشان الامتحان اللي عليك بكره؟ ايوه مان انا ذاكرت عشان الامتحان. يا ودي الامتحان يا واد، ذاكر عشان الامتحان بكره خلاص. ايوه مان ذاكرت، حتى عمال اذاكر دلوقتي. يا اسطى اضرب عليه، اضرب عليه بسرعه، ادينا خسرنا. هو يا اسطى ده الاخ الكبير عيل فاشل ومش بيذاكر وعامل فيها صايع ومفيش حاجه وراه الا اللعب بس، ده كمان بياخد فلوس الدرس يروح يلعب بيها بلاي ستيشن ويخرج بيها مع اصحابه. بالحق انا بموت. انشف يلا، مش وقت حر يعملوا فيك كده. يا بابا ده انت بتسيح، مالكش دعوه انت. طب ابوس ايدك افتح التكييف شويه. قلت ايه؟ تكييف صح؟ عارف لو سمعت الاسم ده تاني على لسانك عامل فيك ايه؟ هرميك فوق على السطح تتشوي. ماشي تمام. طب شغله 5 دقايق بس. تاني برضه انت ما بتفهمش، ما قلنا بيسحب كهرباء وفلوس كتير. طب هو احنا اشترينا التكييف ليه طالما بيسحب فلوس كتير؟ اشتريناه عشان يزين بيه شكل الشقه، بيبقى شكله كده حلو ومحطوط على الحيطه، برضه مش هنشغله. طب بص اقول لك يا بابا، انا عندي الحل. ايه رايك اشغل التكييف اللي في الاوضه بتاعتي وادفع انا فلوسه؟ ماشي تمام، حلوه الفكره وانا موافق. ايه ده موافق؟ شكرا يا بابا، سلام. على القري. ايه